مساء الخير مشاهدينا. مواقع التواصل الاجتماعي تجمع كثير من الإيجابيات والسلبيات، كثير من الأمور المشتركة بين الدول العربية جميعاً، من ناحية حسناتها ومن ناحية أيضاً سلبياتها ومشاكلها. لكن اسمحوا لنا اليوم نتحدث عن موضوع هام جداً تحت ما يسمى أخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد يا لانا، حقيقة هذه القضية اليوم يمكن من قضية مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا المحور المهم اللي راح يكونون بضيوف من خلال تسليط الضوء على مناطق الخلل في مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها. حقيقة هي بها جانبين، يعني الجانب الإيجابي والجانب السلبي، لكن اليوم كان الدور الأبرز المفترض على العوائل العراقية أو العوائل العربية بصورة عامة بمتابعة أبنائها من خلال التصفح في مواقع التواصل الاجتماعي. حتى نحن الكبار نعاني اليوم من قضية حجب وإبعاد بعض صناع المحتوى السيء اللي يتواجدون عبر منصات التواصل الاجتماعي العربية، واللي حقيقة اليوم أصبح يبحث عن الترند والشهرة وأيضا المشاهير، وما يميز اليوم بين قضية الشهرة والشهيرة في قضية تصنيع المحتوى السيء. فاليوم دور العائلة الأهم في قضية تربية وتوعية أبنائها من خلال تمرير الرسائل والمسجات المهمة وتوعية ذاكرتهم بأن نقول لهم هذه المواقع المفروض ما تستخدموها، وأيضا ليس كل محتوى هو صالح للاستخدام في منازلنا حتى في مقتضيات الحياة العامة. لكن اليوم بعض الشباب يحتاجون التوجيه الأهم من خلال عوائلهم بأن نقول لهم بأن هاي مواقع التواصل الاجتماعي وقضية الشهرة، كل إنسان يصل لمحتوى أو صناعة المحتوى اللي يوصل بترند عالي ومتابعات ومشاهدات عالية راح يلقى هذا المحتوى بعد فترة قصيرة يختفي ويضمحل الحقيقة، لكن المحتوى الجيد راح يبقى مؤثر على مدار السنوات والأعوام، وكل هذا ما نحتاجه في بلداننا العربية. ودائما نشدد على قضية الرقابة بوضع حدود وقوانين رادعة مهمة حتى مو غرامات مالية كبيرة، وأيضا تصل في بعض الأحيان إلى صناع المحتوى لترهيب وترويع الشعوب العربية من خلال تمرير رسائل ومسجات كانت سيئة بالنسبة لمجتمعاتهم، وأيضا قضية تشويه ذائقة الشعوب العربية من خلال تصدير محتوى سيء. فكل هذه الأمور اليوم تشغل العوائل العربية في كل البلدان أيضا حتى العالم حقيقة، لكن يمكن نجد في بلداننا العربية القوانين مو هي القوانين القوية اللي نحتاجها، بحيث لا يستطيع صانع هذا المحتوى السيء بأن يبتعد عن صناعة المحتوى والإساءة إلى بلدانهم. وأيضا مثل ما نعرف بأن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أي بلد يتابع الآخر، فكل هذه الأمور تحتاج دراية أكثر ومتابعة أهم من قبل المؤسسات الحكومية المعنية بردع صناع المحتوى السيء. مظبوط يا لانا، مظبوط يا أحمد، زي ما قلتم بالظبط. مشكلة الترند إنه كمان الناس اللي بتعمل ترند أحيانا بيبقى فيه موضوع يستاهل ليه فعلا محتوى راقي، محتوى بطل مثلا رياضي، حد قدم حاجة رائعة للمجتمع، لبلده، للعالم، تمام إنه يبقى ترند. بس المشكلة الأكبر لما بيبقى المحتوى ضعيف جدا والشخص يعمل ترند، هنا ما بيهموش يبقى سلبي ولا إيجابي، لكن المهم عنده تبقى الشهرة، ولا إيه يا ياسمين؟ أكيد زملائي، وبعد هذا الملخص عن حلقتنا لليوم بنقدر نحكي أنه اليوم رح نتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي وتأثير المحتوى والرسائل التي تبث من خلالها على عالمنا العربي، وكيف نقدر نحمي أنفسنا، نحمي عائلاتنا، ونحمي شبابنا اليوم من كل ما يبث من محتويات، وأن نفرق بين المحتوى الغث والمحتوى الثمين. عشان هيك خليكم معنا في هاي الحلقة من بيت للكل، ومشوارنا ببلش من الأردن.